هو أعلم أهل العراق، شديد التقوى والورع، يعتبر قمة في العبادة وذروة التقوى. رغم حاجته إلى الدرهم، كان يرى رضي الله عنه أن إنفاقه في سبيل الله أعظم أجرا وأطيب ذكرى، وكان يقول: لئن أتصدق بدرهم على يتيم ومسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. التابعي الجليل جابر بن زيد. في بداية شبابه نزح جابر من عمان إلى البصرة، وكانت من أكبر المعاهد الإسلامية. كان في مسجدها يجتمع كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين. فسكن جابر البصرة وكان شديد الذكاء، له قدرة على الاستيعاب والحفظ والتلقي، فجلس في حلقات العلم وسمع وحفظ. كان أكثر جلوسه إلى جابر بن عبد الله والحسن البصري. وفي يوم توجه جابر بن زيد إلى جابر بن عبد الله وقد رأى فيه نضوجا وامتلاء وفقها جليا، فنصحه قائلا: يا ابن زيد، إنك من فقهاء البصرة، فإنك ستستفتى، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت. وبقيت هذه النصيحة في قلب جابر: لا يفتي في مسألة إلا ولها دليلها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، دليلا قوليا وعقليا. حصل جابر على إجازة العلم والفقه والفتوى على أيدي كبار العلماء، وكان عمرو بن دينار يقول فيه: ما رأيت أحدا أعلم بفتيا من جابر بن زيد. وكان الصحابي جابر بن عبد الله يقول لمن يستفتيه من أهل البصرة: كيف تسألوننا وفيكم أبو الشعثاء؟ لم يكن جابر ممن تستهويهم المناصب، فقد عزف عن هذا كله مؤثرا عليه حلقة علم وطاعة وعبادة بين يدي الله تعالى. وفي يوم جاء أمر تكليف منصب القضاء لعمرو بن دينار بناء على رغبة الخليفة سليمان بن عبد الملك،